أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها أطلقت مؤخرا مركبة فضائية تحمل المعدات اللازمة لإجراء تحديث لأول مختبر لفيزياء الكم في الفضاء جولد أتوم لاب، وذلك تحت إشراف العالم المغربي كمال الودغيري. ويشتغل مختبر جولد أتوم لاب مختبر الذرة الباردة انطلاقا من موقعه بمحطة الفضاء الدولية منذ يوليوز عام 2018، ويقوم بتبريد الذرات إلى ما يقرب من الصفر المطلق أي ناقص 273 درجة سيليسيوس، وهو أبرد من أي مكان آخر معروف في الكون الطبيعي. وقال كمال ودغيري المسؤول عن المشروع في بيان صادر عن وكالة ناسا: نأمل أن يكون مختبر جولد أتوم لاب بمثابة بداية حقيقية لحقبة تستخدم فيها الأدوات الكمية بانتظام في الفضاء. ولعب كمال الودغيري الذي يمتد مساره المهني بوكالة ناسا إلى عقدين دورا رئيسيا في العديد من المهمات الفضائية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعدات الاستكشافية للمريخ والمهمة الدولية كاسينيا التي استهدفت كوكب زحل، ومهمة القمر جرايل، ومهمة جونو التي همت كوكب المشتري.